بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد المحاضرة التانية من محاضرات الإلبو جوينت، ويبقى كده احنا خلصنا الإلبو جوينت. هيتفضل بعد كده المحاضرة السكيم بتاعة الام ار اي اللي عملناها زي ما عملنا المحاضرة بتاعة الشولدر، ويبقى كده خلصنا الإلبو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة المحاضرة عبارة عن جزئين، الجزء الأولاني بيتكلم عن تندينيس باثولوجي، والجزء التاني عبارة عن دينيرفيشن باثولوجي. التندونز اللي هنتكلم عليهم النهاردة الكومن اكستنسور والكومن فليكسور تندون انجريز، والبايسبس والبراكاليس والترايسبس تندون انجريز. اما بالنسبة للدينيرفيشن باثولوجي فهنتكلم عن الالنر نيرف انجري ات ذا البو، اللي هو بيسموها كيوبيتال تانل سيندروم. الجزء الاولاني اللي هو تندينيس باثولوجي الحقيقة هو يشمل خمسة تندون ابنورماليتي، والحقيقه الخمس تندون دولت في غايه الاهميه، ولازم ناسس التندون دولت واحنا بنعمل اكزامينيشن للالبو في فحص الرنين. they are clinically important، ولازم ما ينفعش ان احنا واحنا بنعمل او بنشوف فحص بتاع الام ار البو ما ينفعش ان احنا ما نشوفهمش، لان هما في غايه الاهميه. طيب هنبدا بالكومن اكستنسور والكومن فليكسور تندون انجريز، وهنبدا بالكومن اكستنسور تندون انجري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للكومن اكستنسور تندون، الكومن اكستنسور تندون ده يا جماعه هو عباره عن في عضلات كتيره جدا موجودين في ظهر الفور ارم، ذا دورسال اسبيكت اوف ذا فور ارم، في مالتيبل ماسلز. المالتيبل ماسلز دولت مسؤولين مينلي عن الاكستنشن اوف ذا ريست جوينت، عشان كده بيسموهم اكستنسور ماسلز. الاكستنسور ماسلز دولت الاوريجن بتاعهم كلهم بيبقى واحد، الاوريجن بتاعهم ده بيطلع من اللاترال هيومرال ايبيكوندايل بالتندون واحد اللي هو بيسموه كومن اكستنسور تندون. كومن اكستنسور تندون ده الانجري بتاعته بتحصل زي ما احنا شايفين اكتر حاجه في الناس اللي هم بيعملوا بيلعبوا تنس، عشان كده ليها اسم تاني مشهور باسم تنس البو. وكتير جدا الدكاتره يبعتوا الاشعاعات ام ار اي البو فور سيرشنج او فور اكسكلود او سسبكتد تنس ايه تنس البو، يبقى عارفين ان هم بيتكلموا عن ايه، بيتكلموا عن الانجري اوف ذا كومن اكستنسور تندون. الحقيقه الموضوع مش ليميتد بس للناس اللي بيلعبوا تنس، they are seen in a variety of activities، وكمان مش بس مخصوص بالناس اللي بيلعبوا رياضه، لا ده بالعكس، ده كمان ده ممكن يتشاف اصلا في ناس not athletes. يعني الموضوع very common الحقيقة. و ال common extensor tendon injury is much more common than common flexor tendon injury زي ما هنشوف كمان شوية. والحقيقة بتشاف clinically او بتشاف في ال practice كتير، وبالتالي لازم يبقى اورينتد. مش عشان قلنا ان هي اسمها تنس البو يبقى بس الناس اللي بيلعبوا تنس، لا يا جماعه ده بيتشاف في ناس كتيره بيلعبوا رياضه او ما بيلعبوش رياضه. طيب العيانين بيجي يشتكوا من ايه؟ بيجي يشتكوا من لاترال البو بين ناحيه اللاترال هيومرال ايبكوندايل، والدكتور لما بيضغط عليه بيحس بان في تندرنس في ات ذات بوينت. والحقيقه الدايجنوزس بيبقى كلينيكالي ستريت فورورد، وغالبا ما بيحتاجش ايمجينج. هقول لكم هم بيبعتوا الاشعاعات ليه زي ما هنشوف كمان شويه، ايه الهدف من ان احنا نعمل ام ار اي البو للعيانين اللي هم سسبكتد تو بي هافينج تنس البو. عاده بيتشاف في الميدل ايجد او الايلدرلي بيشنت، والميل اكتر من الفيميل نظرا لان دي ار بيلعبوا رياضه اكتر من الفيميل. طيب عشان اشخص الكومن اكستنسور تندون انجري ببساطه خالص، احنا خدنا المره اللي فاتت الايه اللاترال كولاترال ليجمنت، وعرفنا ان اللاترال اسبيكت كده بيبقى فيه تو لاينز. في لما بشوف الريديال هيدز كده بشوف الونج ذا لاترال اسبيكت بتاعته بيبقى فيه تو لاينز. اللاينز دي اتفقنا عليه المره اللي فاتت، كنا قلنا ان ده بيبقى اسمه اللاترال كولاترال ليجمنت. اللاين السوبرفيشال هو ده الكومن اكستنسور تندون. الكومن اكستنسور تندون ده هو ده اللي بيبقى طالع من لاترال هيومرال ايبوكوندايل بتندون، وبعد كده بكومن تندون اللي هو الاسود ده، وبعد كده بيتفرق الى مالتيبل ايه مالتيبل ماسلز زي ما قلنا من شويه.
طيب التندون ده ممكن يحصل له ايه؟ والله ممكن يحصل له يبقى هاي سيجنال كده وذاوت فايبر ديسربشن يسموه تندينوباثي، يبقى كومن اكستنسور تندون تندينوباثي. او ممكن يبقى في فلويد سيجنال وذ فايبر ديسربشن، فايبر ده قد يكون بارشال يبقى يسموه بارشال تير، او قد يكون فلويد سيجنال وفي كومبليت فايبر ديسربشن يسموه كومبليت ايه؟ كومبليت تير. يبقى على حسب ايه؟ على حسب زي ما كنا قلنا قبل كده في اي تندون باثولوجي قبل كده، على حسب السيجنال اللي موجوده في التندون في التي 2 زي ما اتفقنا، وعلى حسب الفايبر ديسربشن اذا في كومبليت او ايه او بارشال فايبر ديسربشن. الحقيقه الكومن اكستنسيف تندون انجريز بتبقى احسن تو بي ابريشيت ات كورونر ايمج زي ما احنا شايفين كده، وعشان تقدر تحكم اذا كان في السيجنال اللي موجوده دي فلويد ولا مش فلويد يبقى احسن تتشاف في الكورونال تي 2 ويتد اي ايمجز. الحقيقه عشان تقدر هو احسن تاسيس ذا كورونال ايمجز، بس عشان تقدر تحكم هو قد ايه في فايبر ديسربشن، هل في بارش ولا كومبليت، لازم تكورليت وذ اكسيال ايمج يا جماعه، وده في غايه الاهميه. لازم تكورليت السيجنال اللي موجوده هنا، انت بتشوف الكومن اكستنسور والكومن فليكسور تندون قد كرونال ايمج بيست ابريشيتد، بس عشان تقدر تحكم مظبوط قد ايه في فايبر ديسربشن، هل في فايبر موجوده لسه ولا ما فيش فايبر ديسربشن، يبقى لازم تكورليت ات اكزيال ايه اكزيال ايمج. والكلام ده هنتكلم عليه في السكيم ان شاء الله، هنشوف ازاي احنا بنأسس الكومن اكستنسور والكومن فليكسور تندون في السكيم ان شاء الله في المحاضره الجايه. تمام. فالمهم فالكومن اكستنسور او الكومن الباثولوجيز اللي ممكن تلاقيها، ممكن تلاقيها جاست تندروباثي، او ممكن تلاقي تير بارشال ثيكنس تير او كومبليت تير زي ما اتفقنا، وعلى حسب قد ايه في فايبر ديسربشن موجودين ان ذا ان ذا ايمجز. اوكي، ده اهم حاجه يا جماعه في الكومن اكستنسور تندون انجريز، هل هو معاها لاترال لاترال كولاترال ليجمنت انجري ولا لا. يعني الدكتور عادة بيبقى بعته او عارف انه العيان ده عنده تنس البو، اول حاجة هو مبيبقاش عارف عنده التندينوباثي ولا بارشا ثيكنس تير ولا كومبليت ثيكنس تير. فانت مطلوب منك في اول حاجة انك تقول له العيان ده عنده تندينوباثي ولا الافكشن بتاع الكومن اكستنسر تندون موجود ده عامل ازاي. تاني حاجة ومن غاية الأهمية ولازم تبص عليها كويس، إن العيانين بتوع الكومن اكستنسر تندون انجري بيبقى معاهم لاترال كولاترال ليجمنت في بعض الأحيان قد يكون مقطوع، وبالتالي لازم تقول له هل في مع الكومن اكستنسر تندون تير اللي احنا شايفينه ده معاه اللاترال كولاترال ليجمنت ده مقطوع ولا انتكت، وبالتالي لازم تقول له او لازم تعلق، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتبقى مطلوبة في العيانين اللي هم عندهم كومن اكستنسر تندون انجريز. بيبقى محاط ساعات كتير جدا تلاقيه سراوندد باي ايديما او فلويد سيجنال زي كده، بس ده ذي ار رياكتيف ايديما من الانجري، ودايما بتبقى كلو ان في مشكله موجوده في الايه في التندون. معلومه مهمه يا جماعه ان التندونز اللي حوالين القلب اللي هنتكلم عليهم النهارده they are not surrounded by synovial sheath، وبالتالي لو لقيت فلويد حواليها او surrounding they are reactive peritendinous edema this is not a tenosynovitis. ما فيش tenosynovitis في القلب اللي حوالين الايه اللي حوالين الايه القلب اللي التندونز اللي حوالين القلب ما مفهومش ايه، ما فيش حاجه اسمها tenosynovitis في common extensor tendon او كده خلاص. وبالتالي الايديما اللي حواليها دي كلو تساعدك انه تقول ان في مشكله في التندونز خلاص، ومن غير ما تقول او من غير ما تذكر ان في تينوساينوفايتس، على حسب المشكله زي ما اتفقنا يا اما يكون تندنوباثي او تير، والتير ده يا اما يكون بارشل او ايه او كومبليت. طيب ده كان الكومن اكستنسور تندون. اما بالنسبه للكومن فليكسور تندون انجريز فهو النفس او تقريبا نفس الكومن اكستنسور تندون، ولكن دولت العضلات اللي موجودين على الفنترال اسبيكت اوف ذا فور ارم. الفنترال اسبيكت اوف ذا فور ارم في عضلات كتيره برضو مسؤوله عن الفليكشن بقى بتاع الريست، مينلي مسؤوله عن الفليكشن بتاع الريست، وبرضو كلهم بيطلعوا باوريجن واحد arising from the medial humeral epicondyle بتندون واحد. التندون ده بيسموه common flexor tendon. فالcommon flexor tendon هو تندون common tendon arising from the medial humeral epicondyle خلاص، وبيطلع للعضلات الكتيره الموجودين على الفنترال اسبيكت اوف ذا فور ار، ومين اللي مسؤولين عن الفليكشن اوف ذا ريست اوف ذا ريست جوينت.
طيب الانجري اللي بتبقى موجوده في الكومن فليكسور تندون بتبقى اقل في الفريكوانسي جدا من التنس البو اللي احنا اتكلمنا عليه شويه، فهو از نوت از ماتش از كومن از ذا الكومن اكستنسور تندون انجري. دي اول حاجه. الحقيقه هو بيتشاف في بعض الاثريتس اللي بيلعبوا الجولف، عشان كده بيسموه جولفر البو. الحقيقة مش لازم برضو زي ما اتفقنا ان هما بس بتوع الجولف، لا يعني ممكن يتشاف اي نوع من انواع الرياضة، بس زي ما اتفقنا ان هو ماتش ليس كومن ذان الاكستنسور ايه الاكستنسور تنتروباثي، فده بيسموه جولفر البو، والتاني بيسموه تنس ايه تنس البو. وزي ما اتفقنا دولت they are not restricted لذيس اثليتس، لا ده ممكن تشافوا في ناس تانية، بس زي ما اتفقنا ان الكومن اكستنسور ار ماتش مور كومن ذان ذا كومن فليكسور تندون ابنورماليتي. وبيبقى بيشتكي بقى من بين وتندرنس، ولكن المرة دي بتبقى ريتد للميديال هيومرال ايبيكوندايل مش ريتد لللاترال ايبيكوندايل. وفي نفس الوقت يا جماعة الدايجنوز برضو بيكون كلينيكالي ستريت فورورد و داز نوت نيد ايمجز، ولكن زي ما اتفقنا هو بيبقى محتاج الايمجز عشان خاطر نحدد له ما مدى الابنورماليتي اللي موجوده في الكومن فليكسور او الكومن اكستنسور تندون. هل هو العيان ده عنده تندروباثي جاست تندروباثي، ولا يعني تير، والتير ده موجود قد ايه منه، هل هو كومبليت ولا بارشال ثيكنس. الكومن فليكسور تندون زي ما اتفقنا المره او شفنا المره اللي فاتت احنا كنا خدنا عند الميديال اسبكت بيبقى فيه السبلايم توبيكل بيبقى ماسك فيه الايه الميديال كولاترال ليجمنت، بيبقى فيه سوبرفيشال لي بيبقى فيه تندون تاني طالع من الميديال هيومرال ايبيكوندايل. لو انا بصيت على ان ده الميديال هيومرال ايبيكوندايل زي ما احنا شايفين البروز ده اللي طالع ده الميديال هيومرال ايبيكوندايل بيبقى ماسك فيه تندون اسود جدا اللي هو الدارك سيجنال في تي 2 ده اللي هو عباره عن الكومن ايه الكومن فليكسور تندون، هو ده التندون بتاعنا اللي هو يسموه كومن فليكسور ايه تندون. قد يكون يحتوي على جاست elevated signal زي كده without not او high signal not fluid signal without fiber disruption يبقى ده يسموه tendinopathy. لا لو كان عبارة عن fluid signal وانا مش شايفه خالص وفي complete fiber disruption كده زي كده يبقى ده it is a complete tear. وزي ما قلنا لازم نشوف الفايبرز هنا وهنا او في الكرونال وفي الاكزيال زي ما شفنا في الكومن اكستنسور بالظبط، وعشان نحدد كميه الفايبر ديسربشن. هنا زي ما شايفين هنا في فلويد سيجنال، ولكن في لسه جزء من الفايبرز لسه جزء من الفايبرز موجوده، في هنا فلويد سيجنال بس لسه في جزء من الفايبرز موجودين، فده عباره عن بارشال ايه بارشال تير. وبالتالي ده زي الانواع الابنورماليتي اللي بتبقى موجوده في الكومن اكستنسور تندونز بالظبط. ولحسن الحظ برضو ان الابريشيشن بتاع الكومن فليكسور تندون بيبقى نفس الابريشيشن ات كومن اكستنسور تندون، يعني بيست ابريشيت ات كرونال تي 2 ايمجز، وتقدر تديسكرايب قد ايه برسنتج اوف ذا تير ات اكزيال ايه ات اكزيال تي 2. وبالتالي في الكومن فليكسور او الكومن اكستنسور تندون لازم تبص عليهم، تبص عليهم في الكورونال تي 2 او الكورونال ستير اي حاجه، وتكمبلمنت لي اد اكزيال ايه اد اكزيال ايه اد اكزيال ايمجز. طيب برضو بيبقى بعته عشان خاطر اذا كان تشوف هل هو معاه ميديال كولاترال ليجمنت انجري ولا لا، لان يعني دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي ممكن دي ار اسوشيتد وذ ايتش اذر، ان العيان ده بيبقى مع الكومن فليكسور تندون ابنورماليتي اسوشيتد معاه ميديال كولاترال ليجمنت انجري، وبالتالي مطلوب منك انك تاسس اذا كان معاه ميديال كولاترال ليجمنت انجري ولا لا، وبرده ممكن يبقى سراوندد باي رياكتيف ايديما، وزي ما اتفقنا مفيش حاجه اسمها تينو ساينوفايتس they ار نوت surrounded by synovial A synovial sheath. بس ده كان الجزء الاولاني من التندونز اللي هما الكومن فليكسور والكومن اكستنسور. الجزء الثاني من التندونز بتوع الالبو هنتكلم عن تندونز في غايه الاهميه، وهم بايسبس تندون وبراكيالس تندون وترايسبس تندون انجري، ويت نركز شويه عشان في حاجات مهمه جدا لازم نعلق عليها في العيانين اللي بيبقى فيهم ذيس تندون ايه انجريز. اول حاجه هنبدا بيها البايسبس تندون انجريز.
البايسبس تندون انجري احنا بنتكلم هنا على الديستال انسيرشن بتاع البايسبس تندون. احنا عارفين البايسبس تندون دي عضله موجوده على الفنترال اسبكت بتاع الفوق على الديستال على الفنترال اسبكت بتاع الارم، وبتنسيرت ات ذا راديال تيوبروستي بتندونز قوي جدا. التندونز ده يا جماعه اللي بيبقى موجود على الـ في راديال تيوبروستي، التندون ده العضله دي بتكون ليها او مسؤوله من ضمن اهم المسلز اللي بتعمل الالبو فليكشن. هي بتعدي، احنا هنا بنتكلم على الديستنس، احنا اتكلمنا عن البايسبس الاورجن بتاعها لما كنا بنتكلم عن الشولدر، واتكلمنا عن الابدومات اللي ليها علاقه باللونج هيد اوف ذا بايسبس تندون. انما هنا احنا بنتكلم عن الديستال انسيرشن بتاع البايسبس تندون لما بنيجي نأسس في الايه في الالبو، ايه في الالبو جوينت، لان الانسيرشن بتاعها بيبقى في الراديال، ايه في الراديال تيوبروست. طيب البايسبس دي زي ما اتفقنا دي عضله ليها تو هيدز، وبتنسيرت بتندونز ان ذا راديال تيوبروست، مسؤوله مينلي على الالبو، ايه الالبو فليكشن. الحقيقه العضله دي بتتقطع بشكل كلاسيكي جدا في العيانين اللي بيشيلوا اوزان تقيله، ويبقى ليهم كلينيكال هيستوري جدا ان هو شايل الحاجه التقيله دي بيحصل او بي بي بيسمع بوبينج سنسيشن ان ذا انتيكيوبيتال فوسا، كان في حاجه طرقعت ات ذا انتيكيوبيتال فوسا وهو شايل الايه الحاجه التقيله، وبيبقى في بين موجود في الانتيكيوبيتال فوسا، ودايما بيبقى معاه ليميتد البو فليكشن، لان زي ما قلنا العضله دي مسؤوله عن الفليكشن بتاع الايه بتاع الالبو هي والايه البريكاريس، العضله اللي هناخدها كمان شويه. طيب فدايما بيبقى الهيستوري بتاعها مميز جدا، وممكن تحس بديفكت موجود لان التندون ده اصلا نورمالي بيتحس، فلو في كومبليت تير ممكن تحس ففي بالبل ديفكت ات ذا سايت اوف ذا تير، ولكن الموضوع ده مش لازم يتحس، لان في ساعات كتيره جدا في مع البايسبس تندون رابشر بيحصل اديمه كتيره او سويلنج كتير او هيماتوما موجوده، فالدكتور ما بيبقاش عارف قوي او عارف يحس قوي الديفكت اللي موجود. المهم فده غالبا كلاسيك هيستوري ان في الويت ليفتر في البوب ان ذا انتي كيوبيتال فوسا وايل ليفتنج هيفي هيفي ويت، وممكن يتشاف عاده بيتشاف في الناس الصغيره او ميدل ايجد يعني، ولكن ممكن يتشاف في الناس الكبار نتيجه ل التندروباثي، وبعد كده يحصل له تير ككرونيك ايه ككرونيك او اكيوت اون توب اوف ايه اوف كرونيك ايه كرونيك انجري. فالاكيوت او التروماتيك رابتشر بتاع البايسبس تندون ممكن يتشاف في اي سن، زي ما قلت لكم ريتد تو كرونيك تندروباثي ممكن يتشاف في سن ايه سن اكبر شويه. طيب عشان اشخص البايسبس تندون انجري ببساطه خالص لازم تعرف فين هو البايسبس تندون. الحقيقه البايسبس تندون بيست ابريشيتد ات ساجيتال ايمجز، خلي بالكم بتشاف في الساجيتال ايمج ده احسن حاجه. البايسبس زي ما احنا شايفين ده ساجيتال ايمج، في عضلتين موجودين along the ventral aspect of the distal humerus. انا بتكلم دي الديستال هيومرس، في عضلتين موجودين، العضله اللي بتبقى دي البريكاريس هنتكلم عليها كمان شويه، العضله اللي بتبقى مور سوبرفيشال هي دي البايسبس تندون. بايسبس تندون بايسبس ماس، بايسبس ماس تنتهي بتندون زي ما احنا شايفين تندون قوي ده بيمشي يمشي خد لحد ما يمسك فين at the radial ايه at the radial tuberosity. خلاص ده التندون بتاع الايه التندون بتاع الايه البايسبس ماس. خلاص لو بصينا عليه في الاكسل هنا هنلاقي ان التندون زي ما احنا شايفين اهو هو ده التندون اللي بيجي يمشي فاضل نازل خالص لحد ما يمسك فيه دي الريديس يا جماعه اهو، فلاقي ان التندونز اللي ماشي هنا بيبقى ماشي في الانتي كيوبيتال فوسه، دي الفوسه اللي هي موجوده اللي بيسموها انتي كيوبيتال فوسه. التندون ده يا جماعه بيفضل ماشي لغايه لما يمسك فيه الريديال ايه في الريديال دي الريديس، فيمسك فيه الريديال ايه الريديال تيوبروستي، ده الريديال تيوبروستي اللي موجود بيمسك في الريديال تيوبروستي. تمام. طيب فبالتالي ده البايسبس تندون ممكن يحصل فيه ايه؟ والله ممكن يحصل فيه نفس الكلام تندينوباثي، يبقى elevated signal without fiber disruption زي كده elevated signal without fiber disruption، او ممكن يحصل فيه ان في فايبرز بلاقيها مش موجوده، جزء من الفايبرز مش موجود فيسموه partial fiber او partial thickness tear، او ممكن يبقى كل الفايبرز مش موجوده خالص في الريديال تيوبروستي ما بقاش فيه فايبرز خالص، ويبقى الفايبرز زي ما احنا شايفين
ريتراكتد اهو خلاص، وهنا التندون المفروض ينزل لغايه تحت خلاص مش موجود، فبيبقى في جاب موجوده، مفيش فايبرز موجودين، وبالتالي ده اسمه كومبليت ايه، كومبليت تير. طيب الحقيقه هو زي ما اتفقنا they are best appreciated at sagittal، وبرضو عشان تحكم قد ايه هو في فايبر ديسربشن لازم تبص عليه في الاكزيال. فعموما يا جماعه التندون لازم ايا كان الفيو البيست ابريشيتد فيه لازم تبص عليه في الاكزيال بعد كده. يعني خدنا من شويه الكومن فليكس والكومن اكستنسور، البيست ايمجينج فيو هو الكرونال تي 2، ونكمل عليه بالاكزيال ايه تي 2. هنا البيست ابريشيتد الساجيتال تي 2، ونكمل عليه او نبص عليه في الايه في الاكزيال تي 2. ده في غايه الاهميه، ما تعتمدش بس على الساجيتال يا جماعه. follow the course of the tendon on sequential axial images to find the site of the disruption. do not rely on sagittal imaging alone. دي حاجه مهمه. هو صحيح البيست ابريشيتد ليه هو اللي بتشوفه كويس قوي في السجتر، ولكن لا تعتمد عليها فقط، لازم تفولو ات ذا سجتر وات ذا اكزيا، تمشي مع التندونز لحد ما ينسرت ات ذا راديال اي ات ذا راديال تيبروستي ان ذا اكزيال اي ات ذا اكزيال اي ان ذا اكزيال ايمجز. طيب خلي بالكم بقى في الحاجات المهمه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. اللي فات ده كان قديم وما جبناش حاجه جديده، هو يا اما يحصل في تندروباث، يا اما يحصل في بارشال تير او تير، يا اما التير ده يكون بارشال او كومبليت. دي حاجه زي ما قلناها قبل كده. ايه الجديد بقى في البايسبس تندون انجي؟ وريت نركز. اول حاجه البايسبس تندون ده لما بيجي انسرت، هو زي ما اتفقنا دي ار تو ماسلز، لونج هيد وايه وشورت هيدز، او تو هيدز شورت هيد ولونج هيد. التندون بتاعها يا جماعه بيبقى مكون برضو من جزئين، الجزء بينسرت قدام وجزء بينسرت ورا. الجزء اللي بينسرت ورا هو بتاع اللونج هيد، الجزء اللي بينسرت قدام هو بتاع الشورت ايه شورت هيد. وده طبيعي يا جماعه، دايما يقول لك الطوال ورا والقصيرين ايه والقصيرين قدام في الطابور يعني. فدايما الجزء الوراني افتكروا كده، الجزء الوراني من التندونز هو عباره عن بتاع الشورت هيد، الجزء القداماني بتاع من التندون هو عباره عن بتاع الايه بتاع الشورت هيد. الجزء القداماني بتاع الشورت هيد، الوراني بتاع الايه بتاع اللونج ايه بتاع اللونج هيد. وبالتالي لو حصل بارشال ثيكنس تير، لو حصل بارشال تير يعني شايف ان في تندو في تير خلاص، وفي بارشال فايبرز لسه في فايبرز موجوده، محتاج منك تقول له هل هو الانفولفمنت لللونج هيد ولا الشورت هيد ولا بوث. لو بوث يبقى كومبليت، لو هو بارشال هل هو انفولفمنت للشلونج ولا ايه والشورت. وبالتالي خلي بالك في البارشال تير لازم تحدد هل هو الشورت هيد هي الانفولفد ولا اللونج هيد هي الانفولفد. طب انا هعرفه ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، بتلاقي ان في لما يبقى في ابنورمالتي بيبدا تلاقي في التو تندونز يظهروا. يعني الحقيقه التفرقه ما بين الشورت هيد تندون واللونج هيد تندون ات نورمال ستادي ما بيبقاش واضح، يعني في النورمال تندون ما بتقدرش تفرق ما بين الاثنين، بس لما يبقى في ابنورمالتي تبدا تفرق ما بين الاثنين، وتقدر تشوف زي ما احنا شايفين هنا الجزء الدماني من التندون ده في تندروباثي بس موجود، بس الجزء الوراني من التندون مش موجود. وبالتالي ده اي نوع من انواع الفايبر ديسربشن، ده بتاع البارشل فايبر ثيكنس تير وانفولفنج الجزء الوراني. الجزء الوراني زي ما اتفقنا هو بتاع الايه يا جماعه، بتاع الوراني ده بتاع اللونج ايه بتاع اللونج هيد. زي ما احنا شايفين اهو برضو نفس الكلام، ده الجزء الوراني اهو، الجزء الدماني، الجزء الوراني مش موجود، فده عباره عن ايه؟ عباره عن التندون بتاع ايه؟ بتاع اللونج ايه؟ اللونج هيد. وبالتالي يا جماعه لازم نحدد هل هو اللونج هيد اللي از انفولفد ولا شورت هيد. لو بصيتوا هنا هتلاقي ان التندون او بتاع بتاع الشورت هيد هنا بتاع اللونج هيد هنا از كومبليتلي ديسربتد، وفي هنا في ريتراكشن باين في الساجيتال ايمج، انما الجزء القداماني بتاع الشورت هيد لسه موجود زي ما احنا اتفقنا. وبالتالي مهم جدا انك تفرق في الحالات اللي فيها بارشال ثيكنس تير هل هو انفولفنج ذا لونج هيد ولا شورت هيد. اللونج هيد اتاتشد مور بوستيرلي والشورت هيد مور انتيريرلي، وزي ما اتفقنا ان التندون ده وهو بيبقى انتكت they are often indistinguishable when they are intact، يعني مش هقدر ايه مش هقدر افرق ما بينهم. طيب تاني حاجة مهمة جدا يا جماعة في البايسبس تندون انجري، بس في الحالات اللي فيها غالبا بيبقى فيها كومبليت
فايبر ديستربشن انك تقيس التندون ريتراكشن قد ايه في تندون ريتراكشن. بايسبس تندون لما بيتقطع غالبا بيريتراكتد بروكسيمال، فمهم جدا انك تقيس المسافه بتاعه التندون ريتراكشن، وبالتالي ده بقى احسن تو بي ابريشيت اساشتر ايمجز. وده خدوه قاعده في التندونز اللي هناخدهم كمان شويه اللي هو البايسبس وبراكيرس والترايسبس. الساجيتال ايمج بيست فور ميجرينج ذا ديجري اوف ريتراكشن، وده يا جماعه بيت بي بي اسمه ده، ده مهم جدا في الريبورتنج. لازم تقول له قد ايه يا جماعه في تندون ريتراكشن في الحالات اللي فيها كومبليت فايبر ديستربشن، يبقى مهم انك تقول قد ايه في ايه، قد ايه في فايبر او في قد ايه تندون ايه تندون ريتراكشن، لان ده بيفرق جدا في المانجمنت بتاع الايه بتاع العيانين دول. وبالتالي دي تاني حاجه في لازم تقولها في العيانين بتوع الايه بتوع البايسبس تندون ايه انجري، قد ايه في تندون ايه في تندون ريتراكشن. طيب تالت حاجه مهمه جدا وريت نركز شويه فيها، وهي واعتقد ان مفيش حد بيتكلم عليها، وهي الستيتس اوف لاسيرتس فايبروزس. ايه موضوع الستيت اوف ستيرتس لاسيرتس فايبروزس ده؟ اللاسيرتس فايبروزس ده يا جماعه ده عباره عن ابونيروزس طالع من الديستال بارت بتاع او عند المايوتندينيوس جانكشن بتاع البايسبس تندون. طيب الابونيروزس ده بيطلع منه ويمشي ميديالي يكفر الايه البريكيال ارتري ويمشي على الفليكسورز ماسلز بتوع الفور ارم، خلاص موجودين على الفينتر اسب بتاع الفور ارم لحد ما ينسرت ان ذا الما. خلاص ايه الابونيروز ده وايه فايدته؟ الابونيروز ده فايدته ان هو يحمي تحتيه الايه بريكيال ايه البريكيال ارتري. طيب انا مطلوب مني في العيانين بتوع البايسبس تندون انجري انك تحدد الستيت بتاع اللاسيرتس فايبروز ده، هل هو ديستربتد ولا انتكت. خلاص ليه ده في غايه الاهميه يا جماعه؟ ليه في غايه الاهميه؟ لان الحقيقه لو هو مقطوع زي ما هنشوف من يعني بصوا يا جماعه هنا خلينا نشوف هنا ده ده البايسبس تندون اهو، البايسبس تندون از زي ما شايفين كده از في فلويد سيجنال في فايبر ديستراكشن وفي فلويد فيلد جاب موجودين، كومبليت فايبر ديستراكشن في فلويد فيلد جاب موجوده اهي خلاص، فده في كومبليت تير للبايسبس تندون. ولكن في الاكزيال ام زي ما احنا شايفين كده لقينا ان ده بايسبس تندون اهو في باند طالعه كده منها رايحه ليه ناحيه الفليكسورز اهو ومغطيه الارتري والفين اللي هو البريكيال ايه بريكيال ارتري اهو، فده اللي بيسموه لاسيرتس فايبروز. لاسيرتس فايبروز في الحاله دي بتبقى انتك. لو بصينا هنا برضو نفس الكلام، في هنا فايبر ديسربشن للبايسبس تندون وفي ريتراكشن للايه التندونز اهو، فده كومبليت تير برضو. ولكن جينا بصينا هنا على السيرتس فايبروز مكان السيرتس فايبروز لقيناه ات از اندستنكت تو مقطوع، وبالتالي دي حاله فيها تورن للسيرتس فايبروز، وهنا السيرتس فايبروز از ايه از انتكت. الفرق ما بينهم ايه يا جماعه؟ لو بصينا في الصوره ويمكن واضح قوي، وهو الديجري اوف ريتراكشن. العيانين اللي معاهم تورن للسيرتس فايبروز الديجري اوف ريتراكشن التندون بتبقى قليله، انما العيانين اللي معاهم تورن للسيرتس فايبروز بيبقى الديجري اوف ريتراكشن بتبقى كتير. ده اول حاجه او اول اهميه في السيرتس فايبروز. تاني اهميه يا جماعه ان هو بيفرق معاهم في المانجمنت ابروتش، ازاي بيخش في لما يجي يصلح الموضوع ده بيخش منين. فلازم تقول الانتجريتي اوف ذا لاسيرتس فايبروزس مي انفلونس اوبرتيف ابروتش اند ديجري اوف ريتراكشن. بالتالي لازم تعلق في العيانين بتوع البايسبس تندون رابتشر هل الاسيرتس فايبروزس از انتكت اور ايه اور تورن. البايسبس تندونز لما بيبقى مقطوع برضه بيبقى سراوندد باي اكستنسيف ايديما، وممكن يبقى فيه معاه هيماتوما، بتبقى ال ديفايند بيريتندينيس ايديما. وزي ما اتفقنا كل الالبو تندونز they are not surrounded by synovial tissue او synovial sheath، وبالتالي مفيش تينوساينوفايتس. الحقيقه في حاجه مهمه جدا ولازم نركز فيها، وهو ان العيانين بتوع او ان البايسبس تندون لما بيجي انسرت بيبقى في بيرث موجوده ما بين البايسبس تندون والراديال ايه راديال هيد. هدفها ايه؟ هدفها البايس زي اي بيرثة في الدنيا ان هي تمنع الاحتكاك ما بين البايسبس تندون والعظم الادجيسنت بون يعني، وبالتالي تقلل انسنس اوف ايه اوف تندروباثي او تير للبايسبس ايه البايسبس تندون.
طيب نورمالي ما بتبقاش موجوده، ولكن في العينين اللي بيبقى معاهم تندروباثي او بايسبس تندون اب نورماليتي ممكن نلاقي ان العيان ده يبقى معاه ايه يا جماعه، يبقى معاه بايسيبيتال او بيسموها بايسيبيتو راديال بيرزايتس، يبقى البرتا دي بتبقى مليانه فلويد ويسموها ايه بيرزايتس. طيب بعرفها ازاي؟ بلاقي ان حوالين التندونز كده ديستال بارت بتاع التندون سراوند باي لوكالايزد فلويد سيجنال، او ما بين البايسبس تندون والراديال بيبقى فيه فلويد لوكالايزد ويل ديفايند. يا جماعه لو لقيت ويل ديفايند سيستيك ليجنز سراوندنج او ان بتوين ذا ديستال راديال ذا ديستال بايسبس تندون انسرشن اند ذا راديال تيبروستي، يبقى ده هو عباره عن البايسبيتال ايه او بايسبس بيرسايتس او بايسبيتو راديال ايه بيرسايتس، اي حاجه اي مسمى يعني. طيب ده ازاي يفرقوا ما بين بيريتندينيس ايديما؟ زي ما قلت لكم دي ار لوكالايز، يعني بيبقى لهم وول دايما. البيرتا دي لما تستند تبدا تلاقي فيها ليها ايه، ليها وول، وتلاقي الفلويد ده بيبقى متجمع لوكالايز، مش ايه مش سارح كده، وبالتالي يفرق عن الايه عن الايه عن البيريتندينيس ايه بيريتندينيس ايديما. ودي بتتشاف زي ما قلنا مع دي ار ا كومن او كومن فايندنج او ا كومن اسوشيتد فايندنج للتندون للبايسبس تندون ايه البايسبس تندون ابنورماليتي. طيب ده كان البايسبس، اختها بقى اللي هي بريكيالس ماسل، وهي العضله الثانيه المسؤوله عن الفليكشن بتاع الالبو، وهي بتبقى برضو موجوده along the ventral aspect of distal humerus او distal arm، ولكن لما بتيجي تنسرت مش بتنسرت in the radial tuberosity، بتنسرت in the ulnar ايه in the ulnar ايه in the ulnar tuberosity، وبتبقى بتبقى concomitant مع البايسبس انجري، نفس اللي يعمل انجري للبايسبس يعمل انجري برضه للبراكيرس، ان هم عضلتين مسؤولين عن الالبو ايه عن الالبو ايه الالبو فليكشنز، ولكن الانستنس بتاع الانجري بتاعها اقل بكتير من الايه من البايسبس ايه من البايسبس ماسل. نفس الكلام ولكن العضله دي بتنسرت ات ذا النر تيوبروستي، وبتتشاف كويس قوي في الساجيتال، وزي ما اتفقنا ان ما تحكمش بس على الساجيتال، لازم ساجيتال وجنبها ايه جنبها اكزيال ايمجز. ولكن المره دي بدل ما التندون يجي انسرت ان ذا ريديوس، التندون هنا بيجي انسرت ان ذا ايه ات ذا الالنر الالنر ده الالنر اهي ده في الالنر ايه الالنر تيبروس، ده التندون بتاع الايه بتاع البراكيالس ايه البراكيالس ماسل. العضله بتبقى اللي هي الديب يا جماعه، هي العضله لو انا بتكلم عن ديستال ريديوس فالعضله الديب دي براكيالس، والعضله السوبرفيشال دي هي الايه هي البايسبس ايه البايسبس تندون. في فرق تاني مهم جدا يا جماعه بين البايسبس والبريكيس، ان احنا لو بصينا هنلاقي ان البريكيس مصل معظمها عباره عن مصل، اخر جزء بس هو اللي بيبقى تندون، انما البايسبس تنتهي بمايوتندين، التندون بتاعها بيبقى كبير جدا وبيبقى تندون محترم خلاص. وده بيفرق في ايه؟ بيفرق في ان البايس بريكيريس ماسل انجري بتبقى اقرب لسترين اقرب منها ان هي تندن ابنورماليتي، يعني ممكن لو هو لو الابنورماليتي موجوده ات ذا الديستال انسيرشن خالص يبقى ده تندون، زي في الحاله دي ده المفروض يمسك هنا البريكيريس تندون في الالنر تيوبروستي، هنا في نير كومبليت فايبر ديسربشن، في جزء من فايبر لسه موجود بس في نير كومبليت فايبر ديسربشن، ده عادي ده تندون ابنورمالتي، انما ده مش بيحصل كتير، اللي بيحصل اكتر هو الابنورمالتي ات ذا ماسل ذات نفسها، وبالتالي نعتبرها زي سترين زي ما كنا بنتكلم عليه بجريد السترين جريد 1 او جريد 2 او جريد ايه جريد 3. زي الحاله دي احنا شايفين ان في بارشال ديفكت موجود في الماسل ذات نفسها، وفي فلويد فيلد جاب بس لسه في جزء من الماسل لسه موجود، وبالتالي ده انا بعتبره ان ده جريد 2 سترين. فده الايه دي بريكيالس ماسل انجري، وده غالبا زي ما قلت لكم دي اقل بكتير من الايه من البايسبس ايه بين البايسبس تندون انجري، ودوت الفروقات اللي ما بين البايسبس ماسل والبريكيالس ايه بريكيالس ماسل. طيب نيجي نتكلم بقى على اخر تندونز في الالبو وهو الترايسبس تندون، والحقيقه الترايسبس ده في غايه الاهميه ولازم يا جماعه نركز فيه جدا جدا جدا، لان في معلومات مهمه اعتقد ان في كتير ما بيذكرهاش لما يلاقي ان في ترايسبس تندون انجري، يا ريت نركز شويه. الترايسبس دي العضله تقريبا الوحيده اللي موجوده على البوستيريور اسبكت بتاع الارم، وليها من اسمها كده ليها تراي يعني ثلاثه هيدز،
وبتانسرت انتو ذا اوليكرينون ايه ان ذا اوليكرينون تيوبلاستي. ممكن الانجري بتاعتها بتحصل نتيجة ايه؟ والله الحقيقة الانجري بتاعتها بتحصل عشان تحصل لازم تحصل بسيفير تروما. التندون ده في قوي جدا يا جماعة، حتى يمكن اقوى من البايسبس تندون. تندون از فيري سترونج، وبالتالي عشان يحصل تير او يحصل انجري للترايسبس تندون ده محتاج سيفير تروما تو ذا تندون. او لو مش هيبقى سيفير تروما ممكن يبقى ريبيتيتيف تروما، يعني يعني تروما مش قويه ولكن على فترات ايه او على او متكرره، خلينا نقول متكرره. وبالتالي ده عشان يحصل، يعني القصد من هنا ان الترايسبس تندون ده مش تندون بسيط، مش هو اللي اتقطع من ماينور تروما، لا ده لو تروما فيه يبقى او لو في تير يبقى غالبا التروما دي كانت significant، او ان هو واحد من ضمن الناس اللي هما ويت ليفتر فبيعملوا انجري للتندونز دولت، صحيح مش انجري قويه ولكن متكرره، فبالتالي في الاخر تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى تير. وده الحقيقه بيتشاف كتير جدا مع العيانين او مع الناس اللي بيلعبوا ايه؟ مع الناس اللي بيشيلوا، بالذات بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا اوزان. طيب اللي هم الويت ليفتنج يعني. طيب الحقيقه في حاجه مهمه وفي سبب مهم جدا ليه برضو الترايسبس تندون غير الدايركت تروما. يعني ايه؟ يعني ويؤدي الى ترايسب تندون ابنورمالتي سواء كان تندنوباثي او سواء او ايه او تير، وهو ان التندونز ده they are affected at the certain pathologies. يعني ايه؟ يعني زي ما هنتكلم في المحاضره بتاعه الارثرايتس، الروماتويد مثلا بيحب التندون ده فيعمل فيه تندنوباثي. الجاوت نفس الكلام، العيانين بتوع كرونيك رينال فيلير والديابيتس ميليتس برضو ممكن يأفكت التندون ده ويحصل فيه تندنوباثي. وبالتالي العيانين دول اكثر عرضه للتندون باثولوجي سواء كان تندنوباثي، ولو في تروما ماينور تروما فالتندون ده ويك فسهل ان هو بريدسبوز تو رابتشر، برغم ان ما فيش تروما بس هو التندون في الحاله دي بيبقى ويك فيؤدي الى الايه؟ فيؤدي الى تندون ايه؟ تندون تير. طيب العيانين دول بيبقى ليهم كلينيكال هيستوري واضح ان هم عندهم بروزس و بين along the olecranon tuberosity عند الاتاتشمنت بتاع الترايسبس تندون من ورا كده، وكمان ما بيقدروش يعملوا اكستنشن للايه؟ للايه؟ للالبو. الترايسبس دي من ضمن العضلات المهمه جدا المسؤوله عن الاكستنشن اوف ذا البو، خلاص؟ فبالتالي بيبقى معاهم limited to ability to extend the A of to extend the elbow. طيب الترايسبس تندون ابنورماليتي برضه نفس الكلام، ممكن تبقى تندروباثي او تير زي ما اتفقنا، والتير ممكن يكون بارشال ثيكنس او كومبليت ثيكنس. الترايسبس برضه بيست ابريشيتد ات ذا ايه؟ ات ذا ساجيتال ايه؟ ات ذا ساجيتال ايمج زي ما اتفقنا، وادي زي ما احنا شايفين ماسكه في ده الاوليكرينون بروسيس او الاوليكرينون بروسيس، وده التندون هو جاي بينسرت انتو ذا اوليكرينون ايه؟ اوليكرينون تيوبلاستي. تقدر تحدد اذا كان في كومبليت فايبر ديسربشن زي كده، اذا او كان في بارشال فايبر ديسربشن ولسه في فايبرز انتاكت، يبقى ده بارشال ثيكنس تير وده كومبليت ثيكنس تير، ولا هو عباره عن جاست ايه؟ اليفيتد سيجنال مش فلويد سيجنال، والفايبر لسه موجوده فده غالبا ات از تندروباثي. فتقدر تقول اذا كان ده تندروباثي ولا بارشال ثيكنس تير. وزي ما اتفقنا في التندنز دولت سواء كنت بتتكلم على ترايسبس او بتتكلم على بايسبس او بريكاليس، to appreciate the images at the sagittal images خلاص، وكمان to complement at the axial ايه؟ at the axial images. طبعا ال sequence هو اللي بيبقى T2 زي ما احنا اتفقنا، عشان تقدر تفرق ده fluid ولا مش fluid signal لازم تبص عليهم في T2 weighted، احسن تبص عليهم في T2 weighted images وزي ما اتفقنا. طيب ايه الجديد بقى في الترايسبس تندون؟ ويا ريت نركز شويه في ترايسبس تندون انجري. خلي بالكم الترايسبس تندون ده تندون، ويا ريت نركز شويه، الانسرشن بتاعه ذا ريكرينو بروسيس بيبقى اثنين كومبوننت، ودي حاجه مهمه، بيبقى تندينيس كومبوننت وعباره عن ماسكولار كومبوننت. الماسكولار كومبوننت ده
بيبقى بينسرتد قدام شويه خلاص، والتندينيس كومبوننت بيبقى محتل البوستيريور اسيست بتاع الاوركلينال ايه الاوركلينال بروسس. طيب التندينيس كومبوننت ده عباره عن التو هيدز اللي هم عباره عن اللاترال هيد واللونج هيد، اما الماسكولار كومبوننت ده عباره عن الايه الميديال ايه الميديال هيد. احنا اتفقنا ان الترايسبس دي عضله ليها ثلاثه هيدز، ليها لونج هيد ميديال هيد و لاترال هيد. اللونج هيد واللاترال هيد دي ار انسيرتد انتو ذا او بيتحدوا مع بعض ويعملوا تندينيس كومبوننت، والميديال هيد بتعمل مينلي ذا ايه ذا ماسكولار ايه ذا ماسكولار كومبوننت. طيب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده انك ما تقولش كومبليت تير الا لو لقيت الاثنين كومبوننت دوت مقطوعين. يعني ايه؟ المور كومن يا جماعه هو التندينيس ده اللي بيتقطع ده غالبا. فانت لما بتبص على الحاله زي الحالات دي زي ما انت شايف كده، تبص على الحاله تلاقي ان التندينيس هو التندينيس كومبوننت بتاع الترايبس مقطوع خالص، وفي حتى ريتراكشن اهو زي هنا. لو بصينا هنا هنلاقي ان في تندون ريتراكشن اهو خلاص، والتندون والتندينيس بورشن كله كومبليتلي ايه كومبليتلي افولد من الايه وفي كومبليت فايبر ديستربشن. تمام، في الحالات دي تقول عليه ان هو كومبليت فايبرز تير او كومبليت تير للترايسبس تندون، ولكن الجزء الماسكولار كومبوننت لسه ستيل انتكت، جزء الماسكولار كومبوننت لسه ستيل انتكت. في الحاله دي ما ينفعش اقول عليه كومبليت تير، ده غلط، ده ات از ا بارشال تير. وبالتالي المسل كومبوننت بتاع الميديال هيد must be torn for true complete tear of the triceps tendon. يعني اللي بيقول على الترايسبس تندون ان هو complete tear ولسه المسكولار كومبوننت از انتكت ده ما يعتبرش صح. لازم اقول ده يعتبر partial tear، partial tear للتندينيس كومبوننت بينما المسكولار كومبوننت از انتكت. هو الناس بتقول ليه كده؟ لان هم مش في دماغهم الجزء ده، او ما عندهمش او مش اوير بالجزء المسكولار كومبوننت. هم فاكرين ان دي كلها انسيرشن بتاعها بيبقى هو الانسيرشن بتاع الترايسبس بيبقى الجزء التندينيس كومبوننت، ولما بيلاقيه كومبليت فور ثيكنس تير ومقطوع وريتراكتد يقولوا ده كومبليت تير. لا ده مش صح يا جماعه. ده اهميه انك لازم تعرف ان الترايسبس ليها اتنين كومبوننت، ليها التندينيس كومبوننت ليها ماسكولار كومبوننت خلاص. العكس نادر شويه ان الماسكولار كومبوننت هو اللي يتقطع بينما التندينيس كومبوننت هو اللي بيبقى ستيل انتكت، ده بيبقى نادر ولكن بيبقى موجود وبرضه يسموه ايه بارشال ثيكنس تير. وبالتالي عشان تقول كومبليت تير لازم الاثنين يكونوا ايه، لازم الاثنين يكونوا مقطوعين. وبالتالي assesses not only superficial اللي هو بتاع اللونج واللاترال هيد تندونز but also deep tendons and muscular component اللي هو بتاع الميديال هيد اوف ذا اتاتشمنت. خلاص لازم تاسس الاثنين السوبرفيشال والايه والدي كومبوننت بتاع الترايسبس تندون قبل ما تقول ده كومبليت ولا بارشال ثيكنس ايه تير. اتفقنا ان التندون ده قوي جدا وممكن يعمل ايه بدل ما يتقطع يمزع الايه يمزع العظم فيعمل افالجن ايه اوسيس افالجن، وده ممكن تشوفه احسن في الاكس راي او السي تي، ولو ان ممكن الام ار اي برضه تاسس او تقدر تاسس او تقدر تشك ان في بون فراجمنت افولد بون فراجمنت مع الايه مع الترايسبس تندون ايه تير. طيب برضه نفس الكلام بيبقى اسوشيتد وذ سراوندنج ايديما زي ما اتفقنا، تلاقي الحته اللي حواليها از سراوندد باي ديفيوز الديفايند ايديما. This is not a tenosynovitis, this is a peritendinous edema او ايه او هيماتوما على حسب السيجنال بتاعت الليجن. طيب الحقيقه برضو زي بتاع البايسبس تندون ممكن يبقى الفلويد لوكالايز في هنا بيرسا مشهوره جدا اسمها اوليكرينون بيرسا. لو البيرسا دي اتملت بفلويد يسموها اوليكرينون بيرسايتس، وبتتشاف مع الترايسبس تندون ابنورمالتي زي ما اتكلمنا. بيبقى ممكن مع التير تلاقي بقى في ايه بقى في الاوليكرينون بيرسا. افرقها زي من البيرتندينيس ايديما ان هي دايما بتبقى لوكالايز زي ما احنا شايفين، وبيبقى ليها دايما بيبقى ليها ويل ديفايند ايه وول. يعني دي مثلا في اوليكرينون بيرسا خلاص اهي ويل ديفايند وول، انما الفري فلويد اللي حواليه ده قديمه دي عاديه دي قديمه، انما لما تلاقي الفلويد ده بقى ليه وول كده ويبقى ليه وول زي ما احنا شايفين كده ذيس از ا ليه وول زي ما احنا شايفين ذيس از ا اوليكرينون بيرسا، بتبقى ريليتد لي اوفرلاينج ذا اوليكرينون بروسس، وبتبقى دايما اسوشيت مع الايه ترايسبس تندون ابنورماليتي. بس خلي بالكم يا جماعه ان ممكن زي ما اتفقنا احنا قلنا ان ممكن ان في انواع من الامراض بتحب تافكت الترايسبس تندون زي مثلا الروماتويد والجاوت والكلام ده زي ما اتكلمنا وقلنا ان هم دول بيضعفوا التندون وبيبقى سهل ان في العيانين دول التندون بتاعهم ان هم يتقطع.
نفس الامراض دي برضو ممكن تعمل اوليكرينوبيرزايتس من غير ما يبقى في ترايسبس تندون ابنوميتي واضحه. فممكن العيانين تلاقي يعني الاوليكرينوبيرزايتس ممكن تبقى موجوده مع الترايسبس تندون انجريز، ولكن ممكن تبقى من غير ترايسبس تندون انجري، ممكن يبقى موجودين مع العيانين بتوع الروماتويد او الجاوت او الـ او الـ او الديابيتس او الـ او الهيمو ارثروز، يعني سيرتن ابنورماليتي زي ما ان شاء الله هنتكلم عليها، وازاي اقدر افرق الـ السبب بتاعهم ده، او اقدر اقول البرسه دي موجوده. هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في لما ناخد الروماتويد والجاوت في المحاضره بتاعه الايه الارثرايتس ان شاء الله باذن الله يعني. فالمهم فالاوريكينوبرزايتس ممكن تبقى موجوده زي ما اتفقنا مع تندون انجريز، بس ممكن تبقى موجوده مع اذر كونديشنز، اشهرهم طبعا هو الروماتويد والايه، اشهرهم هو الروماتويد والجاوت. طيب دولت كانوا التندون ابنورماليتي وكده، ودوت في الجزء الاولاني من المحاضره كده خلص. فاضل الجزء الاخير من المحاضره وهو الكيوبيتال تانل سيندروم. الكيوبيتال تانل هو عباره عن او الالنر نيرف ابنورماليتي. احنا عارفين كلنا ان الالنر نيرف بيمشي ورا الميديال هيمورال ايبيكوندايل عشان يوصل الايه، يمشي في الفور ارم وبعد كده يوصل لغايه الايه، لغايه الهاند. وطبعا مش محتاج اقول لكم ما فيش واحد منا ما اتخبطش في المكان بتاع الالنا نيرف هنا وحصل له التنميل المميز جدا اللي بيبقى موجود في الايه، الميديال اسبكت بتاع الهاند. فده دايما مشهور جدا، والكلينيكال هيستوري بتاعه بيبقى واضح ان دايما العيان ده بيبقى عنده نيوروباثي او نامبنس وباراثيزيا موجود في الصباعين الليتل فينجر والرينج فينجرز، والعيان ده دايما بيبقى عنده بس الموضوع ده بقى عند العيان ده بيبقى مش بس ترانزيانت كده، لا ده بيبقى عنده بشكل مستمر. ده غير ان بيبقى عنده بين موجود في الميديال اسبيكت مكان الايه، مكان الايه الالنر نيرف او مكان التانل اللي هو بيمشي فيه، اللي هو بيسموه كيوبيتال تانل. عشان كده بيسموه كيوبيتال تانل ايه، كيوبيتال تانل سيندروم. الحقيقه زي ما قلت لكم الهيستوري بيبقى واضح. طبعا العيانين دول بيعملوا لهم نيرف كوندكشن تيست، ويبقى عاده بيبقى في ريديوس فيلوسيتي، وبالشكل ده غالبا بيبقى الدايجنوز كلينيكالي واضح جدا. طيب امال هم بيبعتوه ليه؟ الحقيقه بيبعتوه عشان اكسكلود الكوز. يعني ايه؟ يعني الكوز بتاع الالنر نيرف انترابمنت ات ذا البو، او اللي هو بيسموه كيوبيتال تان سيندروم، هل هو نتيجه ليه اوفر يوز، يعني واحد مثلا بيستخدم ايده او القلبه بشكل كتير، بالذات اللي هم بيعملوا ريبيتيتيف فالجا ستريس، اي ان هم ثروينج اثليت زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، دول بيبقوا اكثر عرضه ان هم يحصل لهم النر نيوروباثي. طيب ولكن في اسباب اخرى، وهي الاسباب دي اللي غالبا بيتعمل فيها الاشعه عشان خاطر نكسكلود ديس ايتيولوجي. منها مثلا ان يبقى في حاجه ضاغطه على الالنر نيرف، يعني بون اوستيفايد هو ضاغط على الالنر نيرف وهو اللي عامل له الايه الالنر نيرف نيوروباثي، وبالتالي الدكتور محتاج ان هو يخش يشيل الايه، يخش يشيل ذيس الحاجه اللي عامله كومبريشن ده. خلاص دي بتفرق معاهم جدا، ده اول حاجه. تاني حاجه وحاجه مهمه، الالنر نيرف سبلكسيشن او ديسلوكيشن. ايه موضوع الالنر نيرف سبلكسيشن وديسلوكيشن؟ ساعات الالنر نيرف زي ما احنا متفقين ان هو بيمشي ورا الميديال هيمورال ايبيكوندايل، ساعات الميديال هيمورال ايبيكوندايل ده بيبقى كونجينيتالي هايبوبلاستيك في بعض الاحيان، فاللي يساعد على ان النيرف يحصل له ايه، يحصل له سبلكسيشن، يتزحزح من مكانه ويروح لايه، يروح لقدام. وده بيتشاف كتير جدا بالذات لما العيان يتني ايه، يتني ايده خلاص، فتلاقي مع التاني تلاقي ان النيرف ايه يطلع لقدام. والحقيقه كمان ممكن يتشك بالان النيرف سبلكسيشن او ديسلوكيشن ده كلينيكالي ازاي، ان هو العيان يجي يقول لك ان هو بيحس بسوء طقطقه لما بيجي يتني ايه، يتني ايده، بيسموه النر ايه سناب، ايه النر سناب سندروم. ما علينا، النر نيرف سبلكسيشن ده يا جماعه بيحصل مع كل مره يتني ايده، فتلاقي النر نيرف كل شويه سبلكسيت ويرجع، سبلكسيت ويرجع، فالحركه دي تعمل فريكشن وتعمل ايه، وتعمل نيوروباثي.
فدي الاسباب اللي بتبقى موجوده لي او مين اللي مسؤوله عن الالنر نيرف انجري، ودي يا جماعه اللي بتبقى محتاجين ان احنا نكسكلود في الايه في الام ار اي، لان عاده الكلينيكال مع نيرف كوندكشن فيلوسيتي بيبقى غالبا الدايجنوز بيبقى واضح، وحتى في بعض الاحيان يبقى العيان عنده نيوروباثي من غير ما يبقى فيه مورفولوجيكال تشينجز في الايه في الايمجنج عندنا يعني. طيب بشخصه ازاي الالنر نيرف نيوروباثي ده يا جماعه في الام ار اي؟ ببساطه خالص زي ما احنا شايفين ان ده الميديال هيمورال ايبيكوندايل اهو، الميديال هيمورال ايبيكوندايل بيبقى وراه التانل اللي بيبقى ماشي فيه الالنر نيرف، ده الالنر نيرف اهو يا جماعه، بيبقى فيه زي ما قلت لكم فيه تانل ماشي وراه، التانل ده او جروف ده هو اللي بيمشي فيه الالنر نيرف، الالنر نيرف ده بيبقى كفرد باي ليجمنت كده بيسموه اوسبورن ليجمنت، مش مهم يعني. المهم ده التانل اللي بيمشي فيه الايه، ده التانل اللي بيمشي فيه الالنر ايه الالنر نيرف. الالنر نيرف في تي 2 يا جماعه بيبقى انترميديت سيجنال، وبيبقى الكالبر بتاعه بيبقى بالشكل ده. بعرف ازاي ان في الالنر نيرف نيوروباثي؟ ان الاقي زي ما احنا شايفين ان التندون في المنطقه دي الاقي ان الجيرث بتاعه او الدايمتر بتاعه بيزيد، وكمان السيجنال بتاعته في تي 2 بتبقى increased، وده اللي يأكد ان this is ulnar nerve neuropathy طبعا in the presence of proper clinical history و nerve conduction velocity changes. زي ما اتفقت قلت لكم ال diagnosis بتاع ال ulnar nerve neuropathy عادة clinical، دور الأشعة بيبقى في ال exclusion of the underlying abnormality خلاص. بس في العيانين دول زي ما قلت لكم النيرف بيبقى فوكالي في الحته دي بيبقى انلارجد خلاص، وبيبقى السيجنال كمان بتاعته بتبقى از انكريز سيجنال ان تي 2 بيبقى ايديمتس يعني، فتلاقي السيجنال بتاعته بتبقى انكريز ان ايه ان تي 2 ويتد ايه ويتد ايمجز. طيب ازاي يبقى ده بقى الاهميه بتاعت الايمجنج في الالنر نيوروباثي؟ انك تكسكلود الايه الاندر اندرلاينج ابنورماليتي اللي ممكن تكون ضاغطه على الالنر نيرف. من ضمن اشهر الابنورماليتي منها حاجه اسمها اكسسوري انكونيوس. ايه الاكسسوري انكونيوس ده؟ احنا عندنا في اللاترال استك بتاع الاوليكرينون عضله مشهوره جدا اسمها الانكونيوس ماس، دي موجوده الونج ذا لاترال اسبكت اوف ذا اوكرين بروسيس. انها ميديال اسبكت مفيش اي عضلات. لو هنلاقي في عضله طالعه من الميديال اسبكت بتاع الاوليكرينون بروسيس وكفرنج ذا الالنر نيرف دي بيسموها ايه اكسسوري ايه اكسسوري انكونيوس. العضله دي ممكن هي اللي تكون ضاغطه وعامله انترابمنت على الالنر نيرف، وبالتالي دي من ضمن الحاجات المشهوره اللي بتعمل ايه الالنر نيرف نيوروباثي. كمان ممكن تلاقي في اوستيوفايت موجوده اللي هي زي هنا اللي ضاغطه على الالنر نيرف زي ما احنا شايفينه عامله فيه ابنورماليتي، او ممكن تلاقي في لوز باديز نتيجه لاوستيو ارثرايتس برضه هي اللي ضاغطه على الالنر نيرف وعامله له ايه عامله له كومبريشن. كل الحاجات دي مهم جدا تقول اذا كان في اندرلاينج ابنورماليتي ولا ما فيش اندرلاينج ابنورماليتي، سواء كانت سوفت تيشو او سواء كان سوف بون. طيب بالنسبه لي الالنر نيرف سبلكسيشن او ديسلوكيشن هل اقدر انا احدده بالاشعه؟ الحقيقه في الايمجز العاديه ممكن في بعض الاحيان انك تلاقي الالنر نيرف لما تلاقيه متطرف شويه وتلاقي ان الميديال هيموريبيكوندايل بدا يبقى هايبوبلاستيك شويه، فممكن في الحالات دي ممكن في بعض الاحيان سجست ان ممكن يبقى في الالنر نيرف سبلكسيشن. ولكن عشان تبقى متاكد ان في الالنر نيرف سبلكسيشن ولا لا، انك تعمل الالبو ات سوباينيشن و ات اكستنشن وفليكشن، يعني الالبو هو في الاكستندد بوزيشن وتعمل الالبو تاني وهو في الفليكشن في الفليكشن ايه في الفليكشن بوزيشن، هتلاقي ان الالنر نيرف بيبدا يتحرك لايه بيبدا يتحرك لقدام. طيب اعرفه ازاي؟ زي ما اتفقنا ان بنلاقي المفروض انك ترسم لاين ما بين اللاترال هيومر ايبيكوندايل والميديال هيومر ايبيكوندايل، المفروض ان الالنر نيرف يبقى ورا اللاين ده. لو لقيت اللاين الالنر نيرف كروسنج اللاين ده خلاص زي الحاله دي بسموه سبلكسيشن، لما اعمل البو فليكشن او الالبو فليكشن لو رسمت الخط ده لقيت الالنر نيرف اتحرك بقى قدام جاست كروسنج اللاين ده يسموه ايه سبلكسيشن. طول ما هو ورا اللاين ده يبقى نورمال، لو عدى اللاين ده يبقى اسمه سبلكسيشن، لو طلع لقدام خالص يبقى اسمه ايه النر نيرف ايه النر نيرف ديسلوكيشن. وده بيتعمل زي ما قلت لكم في القلبه في الانفرانين في القلبه لازم تصوروا صورتين، مره وهو فرد ايده مره هو تاني ايده القلبه يعني. الحقيقه الاسهل جدا جدا وده من ضمن الحاجات المميزه جدا للسونار عن الرنين، وهو انك تقدر تشوفه ببساطه خالص في الالترا ساوند ريال ايمجنج يعني.
تقدر تشوف تعمل ايه. ده الالنر نيرف زي ما احنا شايفين اهو، ده الالنر نيرف اهو اللي هو الثيكند والاديمتس ده زي ما احنا شايفين. ولقينا ان هو العين وهو بيتني ايده الالنر نيرف ايه بيحصل له ايه، بيتحرك لقدام، وبالتالي this is an ulnar nerve ايه subluxation. وده من ضمن الحاجات المميزه جدا للالترا ساوند عن الايه عن الايه ال ام ار اي. في الحاله دي بيسموه ulnar nerve snap. الحقيقه في حاجه تانية اسمها ترايسبس سناب. هو ايه الترايسبس؟ ان جزء كمان من الترايسبس يبقى كمان ديسلوكيتد او سبلكسيتد مع الالنر نيرف، ده بيسموه ترايسبس سناب. الترايسبس سناب ان الترايسبس ماسل جزء من الترايسبس ماسل كمان از ايه سبلكسيتد لايه لقدام مع الايه مع الالنر نيرف. ما علينا، بس في فرق ما بين الالنر سناب والترايسبس سناب. ويقولوا ان في العيانين اللي عندهم ترايسبس سناب ده كمان بيحس بطقطقه تانية، يعني لما يجي يتني ايه القلبه، يعني هو بيتني القلبه يحس بطقطقتين، طقطقه بتاعت الالنر نيرف وهو بيسبلكسيت، وطقطقه تانية بتاعت الايه بتاعت الترايسبس وهي بت ايه بتسبلكسيت. بس ما علينا، يعني المهم ده اللي قصتنا اللي احنا اللي هو الايه الالنر نيرف سبلكسيشن، وهو زي ما قلت لكم ازاي بنقدر نشوفه بالايه بالالبو فليكشن والايه والاكستنشن. طبعا مع العيانين عندهم النر نيوروباثي ممكن تلاقي فيه اديما للماسلز الافكتد او اللي بيسبلاي. الحقيقه النر نيرف بيسبلاي الفليكس والكاربي النيرس، والعضله دي هو اصلا بيخش ما بين التو هيدز بتاعتها، والفليكس ديجيتورم بروفاندس والانترنسك، معظم الانترنسك ماسل اوف ذا اوف ذا هاند. فممكن تشوف الماسل القديمه زي ما احنا شايفين دي الفليكسور كاربي النيرس ودي فليكس ديجيتورم بروفاندس. العضلتين دول شايفين فيهم اديما، دي سكندري دي نيرفيشن انجري للايه للالنر نيرف ابنوماتي او انترابمنت، يحصل اديما تشينجز في المصل اللي بيسبلاي، فممكن تلاقي في اليفيتد سيجنال للايه للمصل اللي بيسبلاي الايه اللي بيسبلاي الايه الالنر ايه الالنر نيرف. بيسموهم كداون ستريم مصل ايه مصل تشينجز او دي نيرفيشن ايه دي نيرفيشن انجري زي ما خدنا في المحاضره بتاعت الايه بتاعت الايه بتاعت الشولدر. مع الوقت الإديمة دي ممكن يحصل فيها ايه يحصل فيها اتروفيك ايه اتروفيك تشينجز. بس ده كان قبل ما اخلص في حاجه مهمه الحقيقه انا ما كنتش هقولها، بس دي حاجه مهمه جدا. ايه هي الحاجه دي يا جماعه؟ ويا ريت نركز شويه. ساعات العيانين بتوع الالنر نيرف دولت اللي هم عندهم الالنر نيرف نيوروباثي يعملوا حاجه اسمها الالنر نيرف ترانسبوزيشن. يعني ايه الالنر نيرف ترانسبوزيشن؟ يعني يجيبوا ال الالنر نيرف بدل ما هو في مكانه هنا يروحوا جايبينه حاطينه ما بين العضلات او حتى صب فيشيا تحت 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 الفيشيا لقدام. ده بيسموه ulnar nerve transposition، ان ulnar nerve be moved anteriorly. خلاص ده بيسموه ulnar nerve transposition. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان في بعض الاحيان انت تقعد تدور على ulnar nerve ما تلاقوش، فدايما تبص عليه، وذات لو في هيستوري اوف اوبريشن بص عليه قدام، ساعات بيحصل ايه بيحصل له ترانسبوزيشن لايه لقدام. طبعا انت مش هتقدر تقول ده سبلكسيشن او ديسلوكيشن للالنا نيرف، لان العيان اكيد هيبقى عنده هيستوري اف ايه اوف اوبريشن. ولازم زي ما تقول قبل ما تقول ان العيان ده عنده النا نيرف سبلكسيشن وديسلوكيشن، وده صحيح مش كومن في العيانين اللي هم لو عامل الفحص والعيان فارد دراعه، يعني دايما الديسلوكيشن ده بيحصل مع الالبو فليكشن. بس عموما قبل ما تقول ان ده الالنا نيرف از ديسلوكيتد انتيريرلي، اسال العيان اذا كان عنده عامل حاجه اسمها اوبريشن في الالنا نيرف ولا لا. لان لو عامل اوبريشن ده بيسموه الالنا نيرف ايه الالنا نيرف ترانسبوزيشن. تاني فرق ما بين الالنا نيرف ترانسبوزيشن والالنا نيرف سبلكسيشن، ان عاده بيبقى هما بيحطوا الالنا نيرف ما بين العضلات او سب فيشل. اما لما بيحصل في الالنا نيرف سبلكسيشن او ديسلوكيشن بيبقى غالبا سوبرفيشال للفاشيا والماسلز، وزي ما قلت لكم ده بيبقى اكتر في لما يحصل فليكشن للقلب. بس كده يا جماعه، ده كان القلبو، كل حاجه ليها علاقه بالقلبو. هيتفضل لنا بس الايه السكيم عشان نجمع كل الابنومات اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت. اللي خدناها بقى ملخص للمحاضره اللي خدناها النهارده، خدنا تندون ابنورماليتي، اتكلمنا عن الكومن اكستنسور والكومن فليكسور، وعرفنا ان الكومن اكستنسور ده بيبقى اسوشيتد معاه لاترال كولاترال ليجمنت انجري، وماتش مور كومن عن الكومن فليكسور تندون ابنورماليتي. وفي الاثنين محتاج الدياجنوز بيبقى ستريت فورورد، ويبقى الدكتور محتاج نحكم قد ايه في بيرسنتج اوف تير
او تندنوباثي، واذا كان معاها كولاترال ميديال او لاترال كولاترال ليجمنت ايه ليجمنت انجري. اتكلمنا على البايسبس والبراكيالس والترايسبس تندون انجري، وكل واحده فيهم اتكلمنا عن انه ممكن يحصل فيهم تندنوباثي او بارشال وكمبليت فول ثيكنس تير، واتكلمنا جدا او مهمه جدا، وخلينا اللاند مارك المهمه جدا في التندنز دولت، ان احنا لازم الثلاثه دول بنأسس ات ذا ساجيتال ايمج، ونكمل بالاكزيال ايه بالاكزيال ايمج. وكلمنا ان العينين بتوع البايسبس تندون انجري ده، خلي بالك ما تقولش لما تيجي تقول بارشر ثيكنس تير، قول هو انفولفنت اي واحد اي هيد، هل هو اللونج هيد والشورت هيد. وكلمنا لما في البراكياليس ماسل، كلمنا عن ان احنا قلنا ان البراكياليس ماسل معظمها بيبقى ماسل، فالاكتر انك تقول ده اي جريد من السترين. وبالنسبه للترايسبس خلي بالك ما تقولش كومبليت فايبر ديستربشن الا لو لقيت الماسكولار كومبوننت كمان انفولفد بتاع الايه بتاع الميديال هيد. ما تقولش عليه لو هو ستيل انتكت، يبقى ذيس از ا بارشال تير للترايسبس ايه تندون وذ انتكت للايه للماسكولار ايه للماسكولار كومبوننت. اتكلمنا عن اخر حاجه عن الكيوبيتال تانل سيندروم، وعرفنا ان هو كلينيكال دايجنوز، ولكن لما في الام ار اي بيتشاف كانه انلارجمنت وانكريزد تي 2 سيجنال للنيرف ات ذا كيوبيتال تانل. واهميه الايمجنج بتاعتنا ان احنا نكسكلود اذا كانت في ضغط حاجه ضغط عليه زي الاكسسوري انكونياس او الاوستيوفايت او اللوز بادز. وعرفنا الالنر نيرف سبلكسيشن وديسلوكيشن ازاي بشخصه، واهميه السونار اللي بتفوق الام ار اي في الحالات بتاعه الالنر نيرف سبلكسيشن بس. شكرا جزيلا، ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى الريست جوينت ان شاء الله، طبعا بعد المحاضره بتاعه الايه بتاعه الاسكيم بتاع القلب ان شاء الله. شكرا جزيلا.